التوقعات قبل انطلاق الموسم الفلاحي كانت 151,000 هكتار اللي كانت مزروعة، لكن للأسف الشديد مع الظروف المناخية والظروف الطبيعية اللي نقصد بها هي الجفاف، نقص المياه والتقلبات الجوية تاع الأشهر الأخيرة من جراء الأمطار، للأسف أنه هذه المساحة المزروعة 77% منها تضررت، معناها ما يبقى إلا مساحة نتاع حوالي 34,000 هكتار حوالي اللي هي قابلة للحصاد، والتي نترقب إنتاج نتاع حوالي 320,000 هكتار. عملية الحصاد انطلقت رسميا، وين تم تجميع ما يقارب 8500 قنطار على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، والعملية راهي مستمرة، وإن شاء الله راح نعملوا ونحرصوا على تجميع أكبر كمية ممكنة من الحبوب، وهذا باش نضمنوا البذور للموسم المقبل وباش نبدأ موسم الحرث والبرد بأريحية كبيرة إن شاء الله. فيما يخص المردود المساحات المتبقية، يعني قادر يكون المردود قادر يكون من 10 حتى 15 حتى 20 قنطار في الهكتار. احنا راح نبداو العمليه ان شاء الله.